في السعوديه اعلنت السلطات مقتل خمسه وعشرين شخصا واصابه 107 وسبعه اخرين بجروح في حريق اندلع بمستشفى مدينه جازان العام قرب الحدود مع اليمن وقال الدفاع المدني السعودي ان الحريق وقع في وحده العنايه المركزه والنساء والولاده في المستشفى مشيرا الى ان السلطات باشرت في اجراء تحقيقاتها لمعرفه اسباب الحادث وملابساته